وهلا ست ليلى بدك تعطيني اخر مجموعه من توقعات الليله، شو ناطرنا؟ بشكل مفاجئ ومؤثر جدا علي، سنرى زياره للسيده رغد صدام حسين الى العراق لحدث ما، وسنرى تعاطف واستقبال كبير من الشعب العراقي مع السيده رغد صدام حسين خلال هذه الزياره المفاجئه الى العراق. نعم، هاي بدها أوف. ايه عن جد، زيارة إيجابية أو سلبية؟ لا، إيجابية. إيجابية. إن شاء الله تكون أكيد إيجابية. أرى إنتاج وتصوير ديو غنائي يجمع فنياً، عم نحكي هلا، الفنانة نانسي عجرم مع مغني أجنبي ومشهور، وسوف يحصد هذا العمل الغنائي المشترك نسبة سماع ومشاهدة غير مسبوقة. يعني رح يكسر الأرض أكثر من الديو اللي صار مع مارشميلو. نعم، ويذكرنا بأغاني فريق الآبا العالمي. والفنانة نانسي عجرم إلى العالمية وبشكل لامع وبارز، ما في شك. بينتشر خلال الفترة القادمة وفاة فنانة أو شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ وبظروف غامضة، وسوف يصدم هذا الخبر الأوساط الفنية ويؤدي إلى حدوث ضجة واسعة على وسائل التواصل والإعلام، ويطرح الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام. شو جنسيتها؟ مصرية؟ ما بعرف، بس بتتناول السوشيال ميديا كتير. الأنظار والإعلام بيتجهوا لتسليط الأضواء على الفنانة السورية منى واصف، واسم الفنانة القديرة بيشغل مواقع التواصل لحدث مهم. نسمع أغنية مشتركة تجمع الفنانة اللبنانية كمان نانسي عجرم مع الفنان اللبناني مروان خوري، غناء ولحن وكلمات. اف ديو بينه وبين مروان؟ نعم. حلو، حلوة هالخبرية، يعني ننوس إلى التوقعات هيدي إلى حصة الأسد. وصداها بياخد فترة طويلة هالأغنية. ما في شك، أصلا نانسي آخر فترة كل شيء عم تعمله عم يكون هيت بمسيرتها. أنا من لقلك علي من 2020 توقعت لها عبر الجديد مع الإعلامي نشان، صح، وحكينا عنها وقلت هالسنتين بيكونوا رح يكونوا هيك، وفعلا 2021 عملت نجاحات رائعة بهالسنتين. صحيح. 2023-2024 هي أعوام التغيير الكبير حول العالم، وذلك بسبب حصول كوارث، بسبب حصول ثورات وانقلابات تؤدي إلى سقوط أنظمة وحكومات وفي أكثر من دولة بالعالم، كما سنشهد انتفاضات تؤدي إلى وقوع مأساة في الشوارع، وخاصة مع اقتراب أزمة أو كارثة غذاء عالمية بتعاني منها الكثير من الدول وخاصة دول العالم الثالث.